السلام عليكم. اليوم روحوا الملعب براقي، ملعب نيلسون مانديلا اللي عاد ما نحبش نقول نيلسون مانديلا للاسباب التي تعرفونها. الملعب هذا الذي زاره الرئيس الجديد للفيدرية الجزائرية كرة القدم، إذن ويتجدر الإشارة أن إعادة العشب الطبيعي إلى الملعب تم بواسطة الشركة اللي تنشط في ملعب 5 جويلية، شركة تاع الأوكو تاع الأوفيس أولمبيك تاع يعني اللي تشرف على تسيير ملعب 5 جويلية، هي التي قامت بإعادة العشب الطبيعي إلى حالته الآن وبأقل تكاليف كثيرة، يعني حسب تصريح نتاع المسؤولين على مستوى الوكالة أوفيس اللي يعني اللي تسيير مركب 5 جويلية، إذا حسب التصريح يعني التكاليف تاع التهيئة تاع الجديدة تاع ملعب براقي يعني 10 مرات أقل تكلفة من يعني التكاليف اللي كانت تنجز من طرف الشركة الجزائرية المختلطة اللي كانت تقوم بالأشغال في وهران والملاعب الأخرى. والسلام عليكم.